سنقوم الآن بشرح الحلقات، وسنبدأ بالحلقة 4، ومن ثم سننتقل لشرح كيفية إنشاء حلقة باستخدام while. سأقوم بكتابة help 4 على سطر الأوامر لكي أستعرض بشكل سريع البنية العامة لهذه الحلقة. For repeat statements a specific number of times، أي أنها تكرر حالة عدد محدد من المرات. الصيغة العامة للحلقة for تبدأ ب for وتنتهي ب end. Variable equal expression، سأقوم بوضع الشرط الذي لدي كما سنلاحظ بعد قليل. Statement وهي العبارات البرمجية التي سيتم تنفيذها، ممكن تكون حالة أو ممكن تكون معادلة أو إظهار عبارة، هناك أكثر من احتمال كما سنلاحظ بعد قليل. دعونا نأخذ المثال التالي. البرنامج التالي سيقوم بأخذ 5 قيم متتابعة تبدأ بالقيمة 2 وتنتهي بالقيمة 6، وسيقوم بتنفيذ معادلة سنضعها فرضا، ومن ثم سيعرض لي القيمة النتيجة النهائية. 4 2، البدء من القيمة 2 بخطوة افتراضية 1 حتى الرقم 6، أي لدي 2 3 4 5 6. أما لو أردت أن أضع الخطوة مساوية لرقم آخر، يمكنني ببساطة أن أكتب 2 الأولى تدل على الخطوة التي سأبدأ منها، الرقم الذي سأبدأ منه، ومن ثم 2 تدل على الخطوة، ومن ثم 10 تدل على القيمة النهائية التي ستصل إليها الحلقة. سأسندها إلى متغير X. الآن سأقوم بإظهار القيم في مصفوفة سأسميها A. ستكون قيمها معتمدة على قيمة المتغير X الموجود ضمن الحلقة، أي عندما يكون X تساوي 2 فإن X 2 تساوي، سأأخذ فرضا 2 ضرب X. عندما x2 ستكون a2 مساوية لـ4، a3 تساوي 2 ضرب 3 وتساوي 6 وهكذا. وسأقوم بوضع int كدليل على إغلاق الحلقة. نلاحظ الخطوة الأولى a تساوي 2 وبالتالي a2 مساوية لـ4. بشكل تلقائي تم إسناد القيمة 0 إلى الـa 1. أما لو قمت بإعادة كتابة برنامجي هذا البرنامج البسيط وجعلت الحلقة 4 تبدأ من 1، سألاحظ أن القيمة الأولى أخذت القيمة 2. نلاحظ عندما x تساوي 1 القيمة 2، عندما x مساوية ل 2 2 ضرب 2 4. وبهذه الطريقة سأقوم بتوليد مصفوفة حسب قيمها حسب هذه المعادلة. سأقوم بإعادة كتابة البرنامج مجددا. لاحظوا في الخطوة الأولى يظهر لي المتغير الأول فقط، في الخطوة الثانية الأول والثاني، الخطوة الثالثة الثلاثة الأولى. عندما قمت بتنفيذ نفس السطور البرمجية تم ظهور نتائج مختلفة، والسبب يعود لوجود متغيرات كانت محفوظة في الورك سبيس سابقا. الآن بعد أن قمت بحذفها وإعادة تنفيذ البرنامج ظهرت لي النتائج كما هو موضح أمامي. دعونا نأخذ مثال آخر على استخدام حلقتي فور متداخلتين. سأبدأ بكتابة فور
وسأغلق مباشرة الفور. سأقوم بإسناد متغير i لحلقة الفور الأولى، يبدأ بالواحد وينتهي بالخمسة، وj لحلقة الفور الثانية يبدأ بالواحد وينتهي بالمئة. سأقوم بكتابة المعادلة التي أريد أن يتم حساب قيم المصفوفة A وفقا لها. A I J A السطر I والعمود J من المصفوفة A يساوي، سأخذ على سبيل المثال I زائد J ناقص واحد. وضع الفاصل المنقوطة سيؤدي إلى عدم إظهار نتائج أبدا، حيث أني بعد تنفيذ البرنامج سأقوم باستدعائها لإظهار نتائج النتيجة الأخيرة. أما لو لم أقوم بوضع هذه الفاصل المنقوطة فسيتم إظهار نتيجة عند كل تنفيذ للحلقة. سأقوم بوضعها، يمكنكم تجريب نفس البرنامج بدون وضع الفاصل المنقوطة وملاحظة الفرق. وسأقوم قبل تنفيذ البرنامج بحذف كافة المتغيرات في الورك سبيس، وكذلك بحذف كافة الأوامر في سطر الأوامر. سأقوم بتشغيل البرنامج، سيطلب مني حفظه، سأقوم بحفظه باسم example1، نلاحظ change folder، نلاحظ تم تخزين مصفوفة جديدة A. من أجل رؤية عناصر هذه المصفوفة يكفي أن أكتب A تايت، سيظهر لي قيم هذه المصفوفة. كما يمكنكم أيضا التأكد من ذلك من خلال المصفوفة for الأولى تعبر عن عدد الأسطر، وفور الثانية تعبر عن عدد الأعمدة. دعونا نتأكد من ذلك بإعادة بتغيير القيمة لتصبح واحد بدلا من مئة. نلاحظ أن المصفوفة A أصبحت عبارة عن خمس أسطر وعمود واحد، أي أن حلقة الفور الأولى تعبر عن عدد الأسطر والثانية عن عدد الأعمدة. الآن نلاحظ عمودين وخمسة أسطر.